رجعنا لكم مشاهدينا، وأما هلأ وصلنا لمساحتنا الطبية. سلمى، بنسمع كتير بحالات بيقولوا في أشخاص بتقلك أنا بس عصب أو أنزعج بلش، خلينا نقولها بالمصطلح العامي، بكيس على أسناني. هلأ هي طبيا اسمها صرير الأسنان. قدي اليوم يعني كل شيء بتحسي، كل الأمراض وكل شيء عم بيصير ضمن الجسم متعلق بالحالة النفسية والمزاج. أيضا في أشخاص بيقولوا لك فلان هو نايم بيطلع صوت كتير قوي من أسنانه، كمان ممكن احنا نضحك او ناخذها من باب النكته، ولكن هي حاله ما بنعرف اذا مرضيه او عرضيه. حيخبرنا عنها اليوم ضيفنا اكيد، وايمت بتكون خطيره. اكيد رشا مثل ما قلتي، ويمكن كثير من الاوقات بنسمع عن بعض هاي المشاكل وبنستهين فيها، بنقول عادي ممكن اليوم متضايق او معصب، نام تاخر بالنومه او تفاصيل كثير ثانيه وبنهملها، ولكن هي مع الوقت بتاثر أكيد على صحه الاسنان بشكل عام. وبنلاحظ الاشخاص اللي بيعانوا من صرير الاسنان مع العمر بيتعرضوا لانه يفقدوا اسنانهم بشكل على صحة تماما بيفقدوا اسنانهم بشكل مبكر، بصير معهم امراض تنفسيه من طريقه التنفس الغلط. كل هاي التفاصيل رح يطلعنا عليها بشكل موسع الدكتور حيدر يوسف، اختصاصي في جراحه الاسنان والوجه والفكين. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير، يسعد صباحكم جميعا. كيفك دكتور؟ اهلا وسهلا فيكم، يسعد اوقاتك. هلا بدايه، الشخص اللي بيعاني من هاي القصه بيكون يعني بفطرته او طبيعته هو شخص عصبي، او ممكن بظروف ما او بظروف الحياه اضطر انه يكون عصبي ويصير عنده ضغط بحياته، وصل لهي القصه او لا هو عن جد بيكون انسان عصبي بطبعه؟ هلا بدايه خلينا نحن نروح باتجاه شو هي الحاله صرير الاسنان او البروكسيزم، اللي هي بتعبر عن قوه احتكاك كبيره بين اسنان الفك العلوي مع اسنان الفك السفلي، وهي قوه الاحتكاك بتكون غير وظيفيه. بمعنى يعني نحن في عنا قوة احتكاك وظيفية اللي هي أثناء الطعام، أثناء البلع، أثناء التحدث، أحيانا بيصير في قوة احتكاك بين الأسنان، هاي القوة بتكون وظيفية إلى هدف معين. أما بالبروكسيزم أو صرير الأسنان بتكون هي غير وظيفية أبدا، لا وعي، يعني ما إلى أي هدف، ما إلى أي توجه، هي غير فعالة، وبتكون هي خلال أثناء الاستيقاظ أو أثناء النوم. نحن هو المريض أو الشخص اللي عم يعاني من هاي الشغلة ما بيكون حاسة على حاله، يمكن حدا ينبهه، يمكن حدا يوجهه أنه أنت عم تعمل هيك، هو بيكون غير مدرك لهي الحالة لأنه هي حالة عصبية. مثل ما ذكرتي حضرتك أنه هي بتكون حالة عصبية أو هيك، هي من أحد الأسباب اللي ممكن تساهم، يمكن تكون هي مرافقة لمرض معين، يمكن هي مرافقة ليوم فيه ضغط نفسي شوي أو لتعب خلال أيام النهار أو يوم فيه عمل مرهق، قد تكون هي من أحد أسبابها أو عوارضها تكون هي الشغلة. تلعب الوراثة دور بهذا الموضوع؟ كثير بنسمع أشخاص أنه اثنين بالعائلة عندهم نفس المشكلة، الأب والأم مثلا وحدا من الأبناء. هلا الوراثة أكيد إلى دور، ولكن هي إذا بنلاحظ هي المصطلح فينا نحن نوقف عنده، يعني أنه نحن اثنين من نفس العيلة عندهم هي المشكلة، معناتها في ضغط أو في شيء اجتماعي، يمكن يكون عندهم نفس، ما عم يتعرضوا للشمس، نفس أحد الفيتامينز مثلا، فيتامين د، مغنيسيوم، كالسيوم، يمكن عم يعانوا من هي الشغلة. نحن بالشرق الأوسط معرضين كثير لأنه نحن معروف أنه ثلاث أرباع الشرق الأوسط أو حوض البحر الأبيض المتوسط ما بيتعرضوا للشمس وعنده نقص بفيتامين د، فهذا بيسبب لنا أحد أنواع البروكسيزم أو أحد أسبابه للبروكسيزم. عم نحكي عن الاسباب، حكينا نقص الفيتامين او مثل ما قلتي وراثه، بس اكيد في اسباب ثانيه طبيه ونفسيه، خلينا هيك نتوسع اكثر بحل الاسباب لليوم. نحن بالنسبه للاسباب فينا نعملها ضمن مكانين، المكان الاول اللي هو فيزيولوجي والثاني اللي هو سايكولوجي، شيء نفسي. نروح باتجاه الفيزيولوجي اللي هو اكيد له العامل الاهم، نحن بعد ما ننفي العامل الفيزيولوجي فينا نروح باتجاه النفسي، على العكس من المفهوم الشائع انه نتيجه ضغط نفسي عم يصير معه، نتيجه ارهاق وعمل عم يصير، لا، خلينا نروح اول شيء ننفي الاسباب الاخطر او الاسباب اللي بتاثر على الجسم ككل، اللي هي نقص الفيتامينز بشكل عام، اللي هي احيانا في العالم اللي بتعاني من انسداد بالطرق التنفسيه العلويه، بتكون في عندها مثلا ضخامه قرينات او مثلا في عندها التهاب بالجيوب او احيانا التهاب باللوز او اللي مثلا بيعزو الاسباب المتعدده، يعني بتكون كذا سبب مجتمع مع بعضه، البروكسيزم او صرير الاسنان بسبب هالمشاكل وهالمشاكل بتسبب صرير الاسنان، صحيح. يعني اثنيناتهم بيتوافقوا مع بعض لحتى يعطوا مشكله مجتمع مع بعض، دائما صرير الاسنان هو ليست نتيجه مشكله واحده فقط، هو نتيجه اجتماع عده مشاكل مع بعض البعض. هي بالنسبه للفيزيولوجيا، بالنسبه للحاله النفسيه نحن بنشوف تواتر هي الحاله عند الاطفال كثير، يعني نحن بنشوف احيانا اذا مثلا في طفل صغير بالبيت، اجى اخ صغير، بنشوف
يعني حيبلش يكز، حيبلش الغيرة اللي عنده. هذا الموضوع أكيد رح نلاحظه عند المراهقين في فترة يلي بيكونوا فيها مقبلين على الحياة، عم يتعلموا أشياء جديدة، كمان ممكن يشوفوا يتأثروا بأحد الأشخاص، كمان نفس الشيء محتمل نشوفهم كبار العمر، كمان رح نشوفهم نحن، بس نتيجة ضغط العمل، نتيجة هالظروف اللي حكينا عنها، نتيجة الإرهاق، الظروف ما عم تساعدهم، ضغط العائلة، كل هدول الأمور تجتمع مع بعض. أهم شيء أنه نحن بالأسباب، ما في سبب واحد، أسباب مجتمع مع بعض. مدام حكيم، صحة الأسنان يعني اذا انا مركبه جسر، عندي مشكله ماني منتبهه لها، احيانا واحد مركب جسر، مركب باي شيء، تماما له سبب مباشر على هاي القصه 100% 100%. لهيك نحن بنشوف عند الاطفال هي الحاله في لها تواتر كبير. نحن اختلاف اسنان الاطفال بين اسنان مؤقته واسنان دائمه بيعطي حاله تقويميه غير ثابته، فنحن بنشوف عنده انه في عنده صرير، علاقه الاسنان مع بعضها تقويميا. نحن مثلا نفترض اذا في عندنا علاقه تقدم بالفك السفلي، تراجع بالفك السفلي، تقدم بالفك العلوي، بروزه لهذا الفك العلوي، نحن بيعطينا مشكله صرير اسنان نتيجه خلل بالتوازن الاطباقي. نحن الهدف دائما وصول لتوازن اطباقي بياثر بيعطينا صحه مفصل جيده. نحن بس صار في خلل احد العوامل كلياتها، ان كان سيكولوجيا فيزيولوجيا على مستوى الأسنان بالتحديد، رح يعطينا هي المشكلة. النتيجة هي مشكلة صرير الأسنان على اختلاف أسبابها. نعم، طيب خلينا بما أنه شرحنا بشكل عام الأسباب، نحكي عن كيفية تشخيص أنه هي مشكلة وليس تعرض مؤقت مثلا لسبب، وقديش تكرارها بيخلينا نقول أنه لا، هذا تكرار معناته صرنا نبحث عن حلول أو عن علاج. تماما. هلا هي حالة مرضية أينما وجدت، يعني طالما وجدت وين ما شفناها أو مرة أو اثنين مثل عشرة، طبعا هي لازم تكون موجوده، بس نحن العلاج تبعها يختلف. نحن مثلا لما تكون مره عابره هي ما فينا ننصحه للمريض انه مثلا بهيك حالات ما هالفتره مثلا من الفترات ما يكثر كافيين او مثلا الضغوطات بعدا، ولكن اذا كان تواتر كبير ونحن شفناها بشكل كبير، نحن اول حدا بيلاحظ عليها هو المحيط اللي حوالينا، نحن ما بنلاحظ على حالنا. المحيط اللي حوالينا بيسمع صوت، الشريك اللي معنا بالغرفه يمكن يسمع صوت انه يصير في معارك معارك كامله بتصير اثناء النوم. تماما، انا عم بطلع شو شو عم يصير. حتى احيانا يعني الاطفال على الرغم من انه احجامهم صغيره بنسمع اصوات كثير كبيره، يعني بيجوني الاهل انه الطفل معهم بالغرفه، فمنيح انا بتشكرهم للاهل انه الطفل عم ينام معكم بالغرفه انه انتبهتوا على هي المشكله. الطفل كان خلال اثناء عم يعاني من صداع، من توتر، هو باليوم كله هيك ستريس، في عنده هيك بضل يحك اذنه، ما عم يعرفوا شو السبب، في عنده حاله صرير اسنان عم تسبب له هي المشاكل. تشخيصها نحن مثل ما ذكرنا انه نحن الوسط المحيط حوالينا بيرجع لعنا المريض باعراضه اللي هي عم تظهر عنا، مثلا ان كان صداع، ان كان شد عضلي، احيانا بيجي الالم باتجاه العضلات الرقبيه لانه هي بتساهم باغلاق الفم، فنحن عنا هي الحاله كمان كذلك الامر من احد العوارض اللي بيجي لعنا المريض فيها. بيرجع مندور فيها بنشوف سطوح الاسنان اللي هي العامل الاول او الدفاع الاول عن هي الحاله، متاكله رايح طبقه من المينا باتجاه نوصل لحساسيه اسنان، اذا بيشرب مي بارده، اذا بياكل اكله ساخنه شوي، اذا بيفتح تمه للهواء شوي، يعني بيصير في عنده الم خلال هالفتره، وبنشوف هي الاعراض بتتبع باتجاه اخر شيء بتوصل باتجاه المفصل، بتعمل له احيانا طقه مفصليه او ما عم فيه اول ما يفتح تمه، فنحن بنتجه انه باتجاه صار الاسنان. في الشخص عنده الم يعني طبعا بيشوف انه هو غير معروف او ما بيعرف لي، يعني اليوم بجوز المشكله الناس بتفكرها كثير سهله وكثير هينه، ولكن مثل ما عم يذكر الحكيم انه هي حتاثر على الرقبه، حتاثر على يمكن على الكتف، على الايد، بتاثر، بتشخص احيانا كديسك وجع ظهر، ايه بتاثر انه هي انه بيروح انه انا معي ديسك رقبي، يمكن في مشاكل عندي بالرقبه، هي بسبب الاسنان، هي بسبب الصرير، عم عندك معارك هي يعني ما بعرف، ان شاء الله ما حدا من معارفكم تشوفوه هيك، بس ولكن هي عمليه شد هائله، يعني لحتى ما فيك تفتحي الفم اثناء هالحاله هي، يعني اثناء النوم تشوف حدا عم في عنده صرير لازم نقرب عليه، مو ما لا بالعكس لازم نعمل له فيقه مشان يخفف الحاله، بيكون هو مو حاسس على حاله، هو ما عم يحس. احيانا في احد العوارض اللي زارني مريض فيها عنده مرض هضمي، ارتجاع معدي مريئي، هذا الموضوع هو لما عم يرجع عم يشد ما بده اياها تطلع، ما بده اثناء هو غير واعي، فعم يشد
فالسبب هضمي كان. هضمي سالته انه في عندك مشاكل هضميه، طلع بالفعل طلع عم ياخد عم يتعالج عن طبيب هضميه، ومن احد الاعراض اللي ظهرت عنا بهالطريقه هي. حتى في اشخاص بيزوروا طبيب الاسنان بيكونوا عاملين حشوه ضوئيه او تلبيسه اللي نوعه، بتلاقيها متاكله، فالدكتور بيعرف انه فورا انه هو عم يصير عنده صرير ليلي، وهو يعني انه المريض ما له شعران بحاله، انه حتى الصرير مأثر على الطبقه الاولى من الحشوه 100%. حتى نحن يعني هذا الصرير مثلا بيجي لعندي المريض بده يعمل حاله تجميليه معينه، بده يساوي شيء علاج معين، نطلع هيك على الاسنان بنشوف مسحوله، بنشوف في صرير، فنحن يعرف هو انه هو عنده هاي المشكله، تمام. هو ما بيكون بيعرف، فنحن بنوقف المعالجه بنروح باتجاه انه نحن نعالج صرير الاسنان. بس عالجنا صرير الاسنان، نحن هون بنصير قادرين انه نحن نعمل اجراءاتنا الطبيه فيما بعد. طيب دكتور، خلينا نحكي بما انه قلنا عن اساليب متعدده لها علاقه او اسباب متعدده لها علاقه، خلينا نحكي عن العلاج اليوم. العلاج ممكن يكون وكيف ممكن نبداه مع هي الحالات باختلافها؟ اذا عزينا الاسباب بلشنا نحل الاسباب، تمام. هضميه غير هضميه، كيف ممكن ايضا نحل هي المشكله؟ تمام، نحن بعد ما عملنا شفنا الاسباب حليناها، مثلا ان كان نقص فيتامينز ولا شيء بتعلق نفسي بالبيت بالمجتمع اللي عم نعيش فيه، نحن محتمل نروح باتجاه اولا اللي هو مرخيات العضلات. نحن بهالحاله متجه فيها بنعطيها باوقات مثلا معينه، بحيث المريض اللي بيراجعنا ما ياخذ بفترات ما كثير يزيد فيها، كمان يحاول هو يساعدنا، هو يامن بمشكلته، نحن نوعيه على هي المشكله انه انت عندك مشكله ويجب الوقوف عندها. بالاضافه نحن اذا كان في عندنا مشكله تقويميه المفروض نشيل هالمشكله التقويميه من انه نركب جهاز تقويم، او ان كان مثل ما ذكرتي انه في عندنا مثلا حشوه او تلبيسه او يلي هي، نحن نتجه بانه نروح نعالج او نشيل هذا العائق اللي عم يسبب لنا هالمشكله، ونحن نوعي المريض، نوعي اهالينا، نوعي اللي حوالينا انه نحن في عندنا مشكله اسمها صرير اسنان يجب الوقوف عندها طالما وجدت. بس نحن حسينا في شيء موجود لازم نعمل. عم بيروحوا لتركيب جهاز اثناء النوم او ما بعرف شو بتقولوا له بشكل طبي؟ خبرنا عنه حكيم، وقديه مده علاج بهي الحاله؟ هلا هو اكيد في احيان عالم مرضى بيضلوا 20 سنه معه، خلص ما عم تنحل المشكله، عم يضلوا تشنج عضلي. نحن هذا التشنج محتمل فينا نحط نايت جارد، هو خلال اثناء النوم. هذا نايت جارد لازم نعتني فيه مثل اي شيء، لازم قبل النوم تفريش تنظيفه بشكل جيد. بالاضافه انه نحن هذا نايت جارد في له انواع، محتمل يكون طري كثير، محتمل يكون وسط، محتمل يكون شديد الخساوي حسب حاله الصرير الاسنان الموجوده، قد تكون كبيره وقد تكون صغيره. نحن هون نختلف بالنايت جارد او بالواقي الاسنان الليلي. نحن في علاج بسيط بهيك حالات، اذا شفنا هو بس ناتج عن تشنج عضلي او احيانا عن حاله شقيقه، مثلا فينا نعمل شويه للعضلات المرضى شويه بوتوكس، حقن بوتوكس لاحدى العضلات اللي بتساهم بوتوكس. يعني شوفي حتى البوتوكس تماماً له اساليب علاج 100%. نحن بنحقن بالعضلات اللي بترفع الفك السفلي وبتخليها تشد على الفك العلوي، احدى العلاجات مشان الرخيه، هي عباره بالاخر في تشنج عضلي صاير، نحن بدنا نعمل ايقاف لهذا التشنج العضلي. يعني اساليب متعدده، ودائما مثل ما بنقول العلم ما بيعجز طالما في اراده لايجاد حلول. بدنا نشكر وجودك معنا دكتور وكل المعلومات القيمه اللي قدمت لنا اياها. اهلا وسهلا، شكرا دكتور لحضورك اليوم معنا. الدكتور حيدر يوسف اختصاص الوجه والفك، جراحه الوجه والفكين، وايضا اختصاصي في جراحه علاج الاسنان. شكرا لك. شكرا لك. ودائما لازم نحن ناكد انه اي مشكله حتى لو كانت بنظرنا نحن انه هي كثير صغيره، ولكن يمكن طبيا توصلنا لمراحل متقدمه من الخطوره، فلازم على طول نحن نروح لهي التشيكه. صح اليوم دكتور الاسنان كثير بيقولوا لك انا بكره طبيب الاسنان، مو طبيب الاسنان، زياره طبيب الاسنان بيخافوا منه، بيخافوا. ما بيكره خوف ودائما مرتبط طبيب الاسنان بالخوف، يعني بالخوف. مجرد ما قعدت على الكرسي اسناني صار يكذب لحاله، صار عندي صرير لحاله. تمام. شكرا دكتور واهلا وسهلا فيك. ميت هلا فيك. اما هلا سلمى.